أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال رئيس اللجنة المنظمة العليا لأسبوع برايف الدولي للقتال والنسخة الرابعة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء أن يوم أمس كان يوما متميزا في تاريخ رياضة فنون القتال المختلطة بتأهل 4 من مقاتلي البحرين إلى الدور قبل النهائي من بطولة العالم بعد أن قدم المقاتلون مستويات كبيرة ونزلوا خصومهم بكل بسالة وشرف وشجاعة. وقال سموه لقد بدأت نزالات الدور الثمانية قوية جدا مع بعض الحذر من المقاتلين وحرصهم على عدم ارتكاب الأخطاء، وهذا ما جعل النزالات في بداياتها تمتاز بالندية والحذر، ولكن عندما تمكن الخصمان من قراءة المجريات الفنية والتعرف على إمكانياتهما اختلفت النزالات وأخذت الطابع الحماسي والشجاع من أجل كسب النزال والتأهل إلى الدور قبل النهائي. وأضاف سموه لقد تابعت عن قرب نزالات مقاتلي البحرين مقاتلي دول العالم وركزت بشكل مباشر على القدرات والإمكانات التي يمتلكونها وخرجت بنتيجة أنه لا يمكن التكهن بهوية الأبطال نظرا للمستويات العالية والراقية والإمكانات البدنية الهائلة للمقاتلين والتي تنذر بمنافسة شرسة على المراكز المتقدمة، وهذا ما كنا نطمح إليه وهو رؤية بطولة قوية يكون التنافس الشريف حاضر فيها، وتؤكد مدى التطور الذي باتت تعيشه رياضة فنون القتال المختلطة في العالم. وحيى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عطاء مقاتلي مملكة البحرين وقال إنهم مقاتلون شجعان لا يهابون خصمهم وهم على قدر عال من المسؤولية يدركون تماما أن مسيرهم نحو تحقيق اللقب الغالي ونحن سنقف إلى جانبهم حتى نهاية المطاف الذي نأمل أن نشاهد أبطالنا بالذهب في منصة التتويج. وتابع سموه لقد تمكن كل من حسين عياد حمزة محمد عوف وعبد المناف ومرتضى علي من التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة العالمية، وهو أمر متوقع نظرا للإمكانات الكبيرة التي يمتلكونها هؤلاء المقاتلون الشجعان، ونأمل أن يواصلوا تقديم المستويات الراقية في الدور قبل النهائي ويضمن للبحرين مراكز متقدمة لتعزيز الإنجازات التي حققتها رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية. وبين سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن النزالات في الدور قبل النهائي من البطولة ستكون مثيرة جدا، ونحن بدورنا سنعمل جاهدين من أجل تهيئة كافة الأجواء الإيجابية أمام مقاتلي مملكة البحرين وإبعادهم عن كافة الضغوط وجعلهم يركزون فقط في النزالات المقبلة من أجل الظهور المتميز وضمان تحقيق مراكز متقدمة. وأثنى سموه على مشاركة لاعبات من البحرين في البطولة وقال لقد حرصنا على إشراك لاعبات منتخبنا هما فاطمة برشيد وهند رزق، وذلك من أجل اكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك بمقاتلات من مختلف دول العالم وللتعرف على أجواء النزالات العالمية آملا في تحقيق نتائج إيجابية في المسابقات المقبلة. وعن المكاسب الإيجابية التي حققتها مملكة البحرين من جراء استضافة البطولة قال سموه لقد تمكنت البطولة من وضع البحرين في دائرة تركيز الإعلام العالمي عليها باعتبارها تحتضن بطولة العالم وتحظى بمتابعة كبيرة، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب أخرى من بينها الترويج لمملكة البحرين وما حققته من نهضة شاملة في مختلف المجالات وإطلاع المشاركين على التراث البحريني وتاريخه، كما حققت المملكة مكسبا اقتصاديا وسياحيا وتمكنت البطولة من تنشيط العديد من القطاعات الهامة في المملكة. وتابع سموه نسعى في المستقبل إلى استضافة وتنظيم المزيد من البطولات في رياضة فنون القتال المختلطة لتأكيد مكانة البحرين باعتبارها باتت مركزا مهما لهذه الرياضة في منطقة الشرق الأوسط. Thank you.
لم يتبقى عن موعد الحسم إلا قاب قوسين أو أدنى، وهوية الأبطال بدأت تسدل شيئا فشيئا. فها هو دور الربع النهائي ينقضي بعد انتهاء نحو 50 جولة ضمت في ثناياها منافسة شرسة، ومقاتلين كشروا عن أنيابهم وأنظارهم تحدق بكأس هذه المسابقة. 94 منازلا من مختلف الجنسين أنهوا هذا اليوم بشق طريق نحو حلمهم، بينهم 7 يمثلون الفريق البحريني الرجالي والنسائي، واصلوا الزحف للأدوار النهائية وإن كان منهم من تعرقل وسط المسير. عندنا فريق قادر على أن يكون موجود على منصات التتويج، وإن شاء الله يكون يعني تمشي الأمور حسب ما مخطط لها. بالنسبة لفريق البنات مثل ما أنت عارف أن يعني اليوم عندنا الرياضة النسائية متطورة جدا، خاصة في الألعاب القتالية والMMA فريق جديد، لكن عندنا بطلات أشادوا الفنيين بأدائهم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى كنهم متوجين بإحدى الميداليات. اليوم حسيت براحة أكثر في الفايت، حسيت أني أقدر أعطي أكثر، مع أنه في آخر راوند كانت الجولة جدا صعبة، يعني صرت في بوزيشن جدا صعب، بس سمو الشيخ خالد كان يناديني من برا الكيج، كان يقول لي لا تنسى الميدالية اللي احنا جايين علشانها، فهي أعطاني دافع أكثر وأن أتحمل الضغط اللي جايني من خصمي، والحمد لله تمكنت أفوز عليه بجولتين وهو فاز جولة، فياخذون على الأفضلية. سلامة المقاتلين جاءت في مقدمة مصاف الأولويات، إذ يعمل الطاقم الطبي من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومسعفين على مدار الساعة لتأمين كافة الخدمات الصحية المناسبة لجميع الأفرقة والمنتخبات المشاركة في البطولة. احنا متواجدين صار لنا 3 أيام قبل البطولة، نقسم الدكاترة من ناحية اللي هو اون فيلد وفيلة رياج اللي هي غرفة التصنيف، والغرفة الموجودة هنا حق اللي عندهم إصابات شوية تحتاج رعاية، وغير هذه عندنا بعد الإسعافات موجودة برا، بحيث أن أي لاعب عنده إصابة شوية قوية نحاول دايركت حق أي مثل ما يقولون الطوارئ عندنا مستشفيات، احنا متواصلين مع العسكري والسلمانية بعد. ووسط حضور إعلامي وجماهيري يتوافد الصغار والكبار والعائلات، وذلك لمتابعة هذا الحدث العالمي. احنا اليوم جايين مو بس كجمهور، اليوم احنا جايين نشجع الفريق النسائي البحريني. طبعا فاطمة البرشيد وصلت للنصف النهائي من البطولة، طبعا هاي فخر كون الفريق النسائي اول فريق عربي يشارك في البطولة. انا عشان اشوف القتال والمصارعة والبوكسات زين، بس إذا كبرت بقاتل يعني نفس كذي نفسهم، وأنا وأخوي مستانسين يعني. أبي أصير إذا كبرت مقاتل بحرين. أسبوع بريف ليس ملتقى رياضيا فحسب، فهو محفل عالمي بصبغة وطنية. خطوات قليلة تفصلنا عن الختام، جمهور يترقب القمة، ومقاتلون شحذوا الهمة ليظفروا بأحلامهم ويحصدوا الألقاب العالمية. لتلفزيون البحرين صالح يوسف. شهد اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة جانبا من عرض مقاتلي بطولة بريف الدولية للقتال والذي أقيم في مجمع الأفنيوز مساء اليوم، وطلع اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة على آخر التحضيرات والتي تنبئ بمنافسات قوية في البطولة، حيث أثنى سموه على الاستعدادات والتي تؤكد تحضير جميع المقاتلين لخوض غمار البطولة. ستقام فعاليات منافسات النسخة 9 من بطولة بريف الدولية للقتال يوم الجمعة على صالة مدينة خليفة الرياضية.